فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وضع شخص عندي سيارة فقمت باستعمالها لكي لا يصيبها الخراب واستعملتها، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان لمصلحتها، إذا كان هذا لمصلحتها والحفاظ عليها، ليس عليك شيء في هذا، لأنك محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.